هل تم تأكد أن عناصر تابعة للتيار الوطني الشيعي وراء الهجوم على منزل القبنشي؟ تفضل. تحية لك زميلتي وسنة، تحية لكل المتابعين ومتابعين النجم. يعني إلى الآن لا وجود لأي معلومات حول الجهات المستهدفة لمنزل رجل الدين السيد صدر الدين القبنشي الذي هو يمثل هنا إمام جمعة محافظة النجف. لا وجود لمثل هذه المعلومات حتى اللحظة، لكن بعد الاستهداف الذي حصل صباح هذا اليوم هنالك مصادر تؤكد بأن هذا الاستهداف كان بصاروخ RPG ورمانة يدوية تم يعني قذفها على المنزل السيد القبنشي. نعم. بعد هذا كانت هنالك زيارة للسيد مقتدى الصدر للسيد القبنشي للاطمئنان على صحته وتأكيده للتجد مثل هكذا اعتداءات تطال الشخصيات. نعم. العراقية. نعم. طيب، هل كانت زيارة القبنشي للسيد الصدر بطلب من زعيم التيار الصدري؟ لا زميلتي، بالعكس هي الزيارة ليس من السيد القبنشي، وإنما السيد الصدر زار السيد القبنشي من أجل الاطمئنان على صحته، وهذا هو ديدن السيد الصدر لطالما يقوم بزيارات لرجال الدين والشخصيات. وأيضا كانت هنالك زيارة سابقة عندما تم يعني استهداف بعض المقار في محافظة النجف، أيضا زار هذه المقار واطمأن على العناصر الموجودة في هذه المقار التابعة للحي الشعبي. وهذا السيد الصدر يعني معتادين عليه بمثل هكذا مواقف، يقوم بزيارات مفاجئة وزيارات دورية. طيب. لأجل متابعة هذا الموضوع بشكل شخصي. طيب، هل هنالك اعتقالات للمتورطين أم لم تصل القوات الأمنية إليهم حتى الآن يا محمد؟ يعني زميلتي، بحسب المعلومات الأخيرة أن هنالك تحقيق مكثف وجاري من قبل الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية لم يصدر عنها أي شيء حتى اللحظة بخصوص الموضوع، لكن التحقيقات ما زالت جارية ومتابعة الموضوع ومن أجل الكشف عن الجنات ومفتعلين هذا الموضوع داخل المحافظة. إذن مراسلنا من النجف محمد الغالبي، شكرا جزيلا لك.